الكثير من مصادر الخاصة والعامة، ومن ذلك ما روي في صحيح الترمذي عن أسامة بن زيد أنه قال: طرقت باب النبي فخرجني فإذا حسن وحسين على وركيه، فقال: هذا ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. وهكذا كانت الزهراء ابنة النبي الصبطين الإمامين بعنايتها ورعايتها، حتى شاء الله لا أن تحمل بالسيدة الحوراء الفاضلة الرشيدة العالمة الغير معلمة تالية المعصوم شريكة الحسين المظلوم سلالة سيد المرسلين بنت أمير المؤمنين وابنة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أعني عقيلة الطالبين زينب ابنة أمير المؤمنين. ومرت على حملها الأيام والليالي حتى أراد الله إظهار هذه النسمة الطاهرة إلى الوجود. قال الرواة والمحدثون: وفي اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة من الهجرة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شعرت السيدة الزهراء بقرب ولادتها، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت بالحوراء. إن شاء الله.